بس محمد، يعني عايزين نمسك المباراه حته حته كده. تقول لي بدايه المباراه بالنسبه للمنتخب، التشكيل، وحط ان هو حط ايمن اشرف في نص الملعب، وزي ما قال كابتن اشرف قاسم اصابه حجازي طبعا بنقول له الف سلامه، لكن خروجه عدلت الموضوع ورجوع ايمن اشرف ونزول تريزيجيه ظبط الوظائف او ظبط المراكز في الملعب، وتريزيجيه برضه نزل كان فايق عمل اضافه هجوميه كويسه قوي لمنتخب مصر. بص يا كريم، طبعا زي ما احنا قلنا الماتش اللي فات، والكابتن اشرف حتى كنا في الاستوديو قلنا مين هيحل محل حمدي فتحي، وقلنا في فكرين، فكر ان هو يلعب بنفس المواصفات زي مهند لاشين، وفكر تاني ان هو ممكن يحط احمد سيد زيزو او تريزيجيه ويشتغل زي ما هو. فهو اختار اختيار ثالث واختيار غريب، ودي كره القدم. خلينا نتكلم بامانه، البدايه يعني زي ما كابتن اشرف قال الـ احنا نديله حقه، انا حييه شابوه انه عمل التغييره. المدير الفني ممكن يبدا يبقى عنده اخطاء في البدايات، بس يعرف يصلحها. هو صلحها بين الشوطين، تغيير ايمن اشرف بدايته في وسط الملعب. كلنا عارفين ايمن اشرف يا سيرد باك ناحيه الشمال زي ما لعب كده الشوط الثاني، يا باك ليفت زي ما لعب برضو مكان فتوح لما اتصاب. لكن هاف في وسط الملعب صعب، مش مع انه شاط كره كويسه جدا، يعني شاط واحده كويسه. اللي انا عايز اقوله بقى ان بدايتنا ما كانتش كويسه في المباراه. احنا دخلنا المباراه هم ركبوا البدايه بتاعتنا، قدروا يورطوا ايمن في الكره اللي هي ضربه جزاء، ودي برضو يعني فيها تهور شويه، فيها تهور شويه. المفروض مدافع دولي بحجم ايمن وعنده خبرات كويسه كان لازم يقف على رجله، ثم بعد ذلك ما يتزحلقش في الملعب. ما يتزحلقش طبعا، يفضل واقف، خصوصا اشرف حكيم ماشي في جنب الملعب ويعملها لسه بالعرض. يعني بالظبط. انا شايف الشوط الاول كان المغرب ليهم اليد العليا، يعني كانوا راكبين المباراه اكتر، كانوا يعني رغم ان احنا سددنا اكتر من تسديده، ايمن شط واحده لينا بعض المحاولات، لكن هم كانوا برضو الى حد ما ماسكين الملعب اكتر. التغييره اللي ظبطت وكيروش فعلا نحييه عليها هي تغييره ايمن اشرف ورجوعه جنب محمد عبد المنعم ثم نزول. دي حصلت بشكل استثنائي. بس اصابه حجازي، احييه. يعني لو حجازي ما كانش اتعور كان هيخرج ايمن اشرف ونزل تريزيجيه. ما انا هقول لك حاجه، لانه ممكن لو كان حجازي اتعور كان ممكن يفكر انه ينزل محمود علاء ويلعب عادي خالص ويقول لك انا هكمل بنفس الفكر بتاعي. لكن هو خسران واحد وعايز يرجع للمباراه، فتغييره هايله جدا جدا، انه غير غير تغييره لاعب مصاب وغير تغييره جوه الملعب، فوقته هجوميا. الشوط الثاني حاجه ثانيه خالص، احنا نزلنا بدايه الشوط الثاني ضاغطين على المغرب على طول، بدانا نتواجد، العرضيات بتاعت عمر كمال، الحاجات المحاولات اللي كان بيخشها صلاح، محمد صلاح، عمر مرموش بدا يتحرك، زدنا واحد في الناحيه الهجوميه. صح. تعالى لما تراجع الشوط الاولاني، انت عندك النني والسوليه وايمن اشرف، خلي بالك تريزيجيه اتحرك مرتين في الملعب، يعني لما نزل نلعب نص ملعب. هجيلك في تريزيجيه، لان تريزيجيه واضح من المباراه اللي قبلها وكلنا قلنا ان تريزيجيه بدا خطورته على المرمى تبان، بيقرب من المرمى، بدا ياخد ثقه، بدا ياخد الكره ويخش يروح دريبل في جوه ال 18، وضيع اكتر من فرصه في مباراه كوت ديفوار. قلنا حتى الكره اللي هي ببطن رجله اللي بيعملها الار 2 اللي بيعملها دي، بس ما كانش موفق فيها. تريزيجيه النهارده لا، يعني افوق بكتير، عنده ثقه. التكمله اللي عملها في الهدف الثاني تكمله شرسه بتاعت تريزيجيه، تكمله بتاعت تريزيجيه. وخلي بالك هو عنده ثقه، ومحمد صلاح وهو رايح بص على تريزيجيه هتلاقيه عامل السبرنت وعنده ثقه ان محمد صلاح هيروح بواحد ضد واحد ويعملها له، وبص عليه صلاح، بص بمجرد عدى راجع تاني، لما تراجع اللقطه هتبص تلاقي صلاح راح رافع رفع عينيه وراح عاملها له بيمينه. احنا الشوط الثاني تغييرات كيروش فرقت معانا جدا جدا. انا بكلمك بكل تغيير عملها في التوقيت بتاعها كانت هايله جدا، واضح انه باصص على المباراه بشكل دقيق جدا. لما غير محمود علاء مكان ايمن اشرف عشان في الدقيقه 90، لان ايمن كان خلاص وصل لاجهاد وعنده انذار ممكن ياخد يتورط يلعب ناقص. ومع الحكم انا متفق مع الكابتن ايمن اشرف، سوري كابتن اشرف قاسم، في حته ايه ان ايمن خد انذار اللي هي بتاعت ضربه الجزاء، والتحكيم طول المباراه مكتفنا،
انت بص عصبيه النني النهارده مع الحكم عامله ازاي. صلاح اللي ما بيتكلمش مع الحكام النهارده راح للحكم كذا مره يعني كلهم بصراحه. في كره اللي اتحسبت فاول على ال 18 النني ما لمس الراجل خالص صح. والراجل مصمم يدي ضربه حره تحكيم مباشر. فتحكيم بصراحه غريب جدا جدا في البطوله دي وبالتحديد النهارده. كان بصراحه يعني انا بحيي لعيبه منتخب مصر النهارده ان قدروا يتحكموا في رغم العصبيه دي كلها ورغم محاولات لعيب المغرب ان يخرجونا في اكتر من احتكاك بره الكوره. لكن واضح جدا ان محمد صلاح النهارده قائد وليدر جوه الملعب حاجه يعني انا متاكد تماما انه عرف يتكلم مع اللعيبه ما يطلعوناش بره التركيز بتاع الماتش. كيروش النهارده اكتر من كوره شفناه من بره اتنرفز وبدا يتكلم خصوصا الشوط الاول. كان بيتكلم مع الحكم الرابع، كان بيتكلم مع مدرب خد انذار هو وكابتن وائل جمعه كانوا بيتكلموا مع وحيد خالد. يعني انا عايز اقول لك ايه، ان برده كان في شويه شده الشوط الاول. لكن الشوط الثاني وال 30 دقيقه بقى بتوع الاكسترا تايم فعلا منتخب مصر نموذج. وانا شايف المباراه دي خروج مرموش ونزول احمد سيد زيزو في نص الملعب وطلع تريزيجيه وينج ليفت هو جاب الجون كده تمام. بس اللي انا عايز اقوله كمان ان مدياك كثافه، مدياك انت عندك احمد سيد زيزو لعيب هجومي بيلعب بواجبات دفاعيه وبيقدر ينزل زودنا هجوميه لكن في نفس الوقت قدر يبقى في ارتداد سريع عنده وبقى مع النني وعمرو السوليه. فانت في اي هجمه اذا ما نزلش كمان تريزيجيه انت بتدافع بسبعه، لان صلاح شويه برضو الارتداد بتاعه قال يعني قال شويه، مصطفى محمد واقف عشان يوقف مع السردباكين. فادينا بشكل كويس جدا الشوط الثاني. الثالث والرابع طبعا كانت ثقه خدناها على لعيبه المغرب، بداوا هم يتعصبوا وبداوا يعملوا يعني اخطاء دفاعيه كتيره. لكن انا بقول ان المباراه دي اعلى من مباراه كوت ديفوار كمان اعلى من مباراه كوت ديفوار. وانا يعني اتوقع ان في مباراه الكاميرون ممكن هنبقى اعلى كمان.